يا سيدي يا سيدي، البخت اللي يضحكك كده. دي فيرا بتحكي لي قصة هبلة. وانت رايح دلوقتي على طول السنتر؟ لا، عدي على ماما الأول. هشوفك بالليل النهارده في الاجتماع؟ اروح بس لقيته في المستشفى، اقعد معاه شوية وبعد كده اجي لكم. ماشي، اشوفك بالليل. سلام. الو، نسيت محفظتك يا مسطول. الو، ايوه مظبوط. معلش انا مش قدامي الجدول دلوقتي فمش هعرف. ممكن تديني رقم حضرتك ونكلمك تاني؟ تمام، خلاص ساعه بالكتير ونكلمك تاني. شكرا. قاعد هنا وسايب الشغل بره؟ شغل ايه؟ شغل ايه؟ التليفون عمال بيرن وراجل اتصل بيسال على حجز المركب. احنا عندنا حاجه اسمها اي دي على فكره. تضحك على ايه يا بني ادم؟ انت عارف سيف ممكن يعمل فيك ايه؟ لا لا لا، ما تتجننيش. انت ازاي تتكلم معايا كده؟ تتكلمي كده مع جوزك، انما انا لا. انا شفتك قبل كده؟ لا ما اعتقدش. لا لا، انا شفتك كذا مره. انت مين؟ عايزاك ثواني، تعالى بقول لك. عايزاك اخلص من راجلك. هي مش دي اخت صلاح؟ دي اخت صلاح. ايه؟ بلاش عك يا حسن، فاهم؟ بلاش عك. خد ادي دي لسيف. شاكرين. سوري. لا ولا يهمك. هلا يا مدحت، عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله، كله زي الفل، ماشي الحال. الشغل زي العادي. عايش ثانية واحدة. رانيا. ايوه دكتور. ادي ده لصابرين وشوفي دكتور منحة فين. تمام اوكي. هي منحة مش مشيت؟ رجعت تاني. المهم انتي ما بتجيش هنا ليه؟ أنا عارف إن جدتك قاعدة معانا هنا. والله ببقى مستعجلة عشان كده. مفهوم طبعا. طب ايه، مش وحشك الشغل؟ أنا سمعت إن المستشفى هنا طالبة خصوصينك تبعين في قسم الأطفال، فممكن تقدمي. وعليا هي المشرفة على التعيين، فممكن أكلمها لك. شكرا يا مدحت، ومقدرة فعلا اهتمامك بس صعب. متخيل. طب فكري في الموضوع كده، أنتِ من أشطر الخاصين الاجتماعيين اللي أنا اشتغلت معاهم. ففكري، وعلى فكرة ممكن تكلمي جدتك. معلش يا مدحت، أنا لازم أمشي. معلش أنا آسفة، مستعجلة قوي. إيتو. يا إيتو. إيزيس، أنت جيتي؟ أنا هالة يا إيتو، أنا هالة. فين إيزيس؟ جاية، أكيد هتيجي. إيه رأيك بقى نتفرج على التلفزيون؟ لا مش عايزة. يلا شوية بقى. طب بصوا بقى يا رجاله، صلوا على النبي. انا سمعت كلام كتير من ساعه ما جينا، بس للاسف ولا حاجه من اللي اتقالت عليها القيمه. كله قاعد مزمزق وبيشتكي وخلاص. اعلوها كده بشويش. المستثمرين دول باب رزق وجنه واتفتح لنا، يبقى احنا من غيرهم شكرا والسلام عليكم. واديكم شايفين الحال مايل بقاله كذا سنه
ومش هيتعدل، والمناطق اللي حوالينا كله ظبط نفسه وشغال والشغل على ودنه، يبقى احنا الناس دي بالنسبه لنا فرصه نمسك فيهم بايدينا واسناننا مهما كان الثمن. يا جماعه ازاي؟ انا صراحه مع اشرف وشايف ان كلامه صح، بقول نروح للمحافظ ونقول كده تمام، كده هناخد بونت والناس هتفتكر لنا اننا كنا مستعدين نشتغل معاهم عشان المركب تمشي. اغلب الناس اللي قاعدين هنا النهارده عارفين ان انا ما بحبش اتكلم خالص في المواقف اللي زي دي، لان بصراحه انا بحس انها ولا بتجيب ولا بتودي. بس النهارده الموضوع مختلف. عارفين ليه؟ عشان النهارده الموضوع ده بيأثر على كل واحد فينا في اكل عيشه وفي شكل المكان اللي احنا اتربينا وعشنا فيه. ياما مستثمرين عرضوا علينا ان احنا نيجي ويعملوا مشاريع، واحنا كلنا عارفين اخره المشاريع دي ايه. انما النهارده الموضوع غير. النهارده الموضوع فيه نزع ملكيات، فيه ازالات، فيه تعويضات، وتعويضات دي نحط تحتها 100 خط. ولا يا عم اشرف؟ اكيد فيه تعويضات، اكيد، بس الله اعلم كام. يعني ممكن التعويضات دي تبقى ملاليم وممكن تبقى كتير، مش عارفين ليه، لان احنا مش معاهم في المطبخ جوه، ما نعرفش بيقولوا ايه. انما لو عرفنا كلنا نتجمع ونقنعهم ان احنا نبقى معاهم كشركة، الموضوع هيبقى غير. هو كلام جميل قوي طبعا، بس بالنسبه لانه جاي من حد معظم دخله مش من المارينا فمالوش قيمه قوي. يعني انت عارف كويس قوي يا سيف لو في مخطط للمكان هيتنفذ كده كده على رقبنا كلنا. انت مش فارق معاك لان معظم دخلك مش من المارينا، انما الناس دي اللي تتأذي. يبقى انا بقول ايه، نمشي مع العجله احسن ما تدهسنا. ماشي يا عم اشرف. هو انا اي نعم يعني مش فاهم انت كلامك ده رايح بيه فين، بس في حاجه كلنا ما نعرفهاش انا عاوز اقولها لكم. نقول عم اشرف هنا متفق على تمن التعويض اللي هياخده قبلنا كلنا عشان خاطر يجيبنا هنا كلنا نقعد ونبيع ونقول امين. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ والله العظيم ما فارغ، والكلام ده جاي لي لحد عندي من مكتب المستثمرين. عم اشرف متفق معاهم على تمن التعويض ويجيبنا كلنا ونوافق، واحنا مش عارفين احنا بنوافق على ايه. ده كلام فارغ. انا مش عاوز اقعد الوكلك معاك يا عم اشرف، انا عاوزنا كلنا نبقى متفقين ونقف قدامهم ايد واحده، واللي مش عاجبه خلاص ما يرجعش يعيط، انما الاول نتفرج على المخططات ولو تمام نوافق، لو مش تمام كل واحد براحته. انت جبت الكلام اللي قلته جوه ده منين؟ قول لي اني كذاب. انت كذاب. استنى ما تقف هنا بتكلم معاك. لا 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 يا اشرف، ناس ايدك عشان ما تزعلش. ابعد عني يا الواد الواد. ابعد عني يا ولد. اهدى اهدى اهدى. بقول لك ايه؟ انا عامل حساب للعشره لحد دلوقتي. لما في حاجات لو اتعرفت انت هتتأذي. انتوا كلكم هتأذوا اكتر مني مليون مره. لو ذكر اشرف اعملها. بس ما ترجعش تزعل اشرف. يلا بينا.